السلام عليكم. اليوم نروح لولاية ديجل لنعرفكم على الحديقة تاع الحيوانات تاع ولاية ديجل اللي تقع في منطقة طازة ببلدية طازة بولاية ديجل إذن. وهذه الحديقة اللي تعتبر واحدة من أكبر الحدائق الحيوانات في الجزائر. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع على هذه الحيوانات الرائعة اللي يعني اليوم خرجت عن مألوف. نخليكم تتابعون وتتمتعون بهذه الجولة الاستثنائية في حديقة الحيوانات تاع طازة بولاية ديجل. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.